مرحبا بكم كاملين، شكرا دائما لاختياركم لنا. اليوم فحكي لي حكايتك، اختارينا انا ما نتكلموا على اولاد الطلاق. فهاد الوليدات هادو كيفاش كيخصنا نتعاملوا معهم، وعلاش بعض الاباء والامهات الله يهديهم كياخذوهم باش كينتقموا من الشريك الاخر؟ كيفاش تبقى العلاقه ما بين الطليق ولا الطليقه علاقه مزيانه؟ هادشي كامل المصلحه ديال الاولاد، هادشي اللي اختارينا اننا اليوم نتكلموا عليه. وحنا دائما رفقة الأخصائي اللي حاضرين معنا المحلل النفسي وطبيب النفسي محسن بنيشو، ومعنا أيضا الكوتش ديالنا مهدي العلوي. ومعنا اتصالات ديالكم كثيرة، غادي نحاولوا نضغطوها باش نقربكم أكثر من المشكل ونتكلموا عليه ونشوفوا الحالات. دكتور معنا شهيد من الدار البيضاء. شهيد صباح الخير. أش خبارك يا شهيد؟ لاباس عليك؟ الحمد لله لاباس، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. اختي الموضوع ديالي انا بغيت نقول لنا دابا الشيء ديال الزواج اللي كاين العصر ديال دابا. الانسان خاصو يبدل الحياه ديالو اولا، من الاول الانسان اللي كيبغي يتزوج ما كيبقاش عنده ديك الحياه ديال العزوبه، خاصو يغير من المرور للمرور الزينه، خاصو يغير الحياه ديالو. ماشي الانسان اللي كيبغي يتزوج خاصو يبقى مرتبط بهذيك الحياه اللي كانت عنده في العزوبه، مثلا يخرج ما يتزوجش المراه مثلا، ولا المراه كذلك. خاصهم دائما ديك الحياه اللي كانت عندهم في الاول خاصهم يغيروها. يعني خص يكون تغيير، وخص تكون ايضا حتى تضحيه. اليوم تنتكلموا على اولاد الطلاق، هاد الوليدات هادو اللي كيكونوا دائما عرضه وكيبقاو ما بين الاب والام، واي واحد كيبغي يجرهم لعندو، فهنا كيخلق هادشي مشكل في التكوينه ديال هاد الاطفال هادو، كيعانيو من مشاكل من بعد. شنو رايك في هاد النقطه هادي؟ اي اختي، حيت علاش دابا حنا علاش قلنا المشكله باش ما يبقاش داكشي ديال الطلاق؟ حيت ملي كيتطلق مرا مع الراجل، الاولاد هما اللي كيبقاو ضحيه، فهمتي؟ هذه مرة اللي كيبغي يجر الولاد عنده، ومرة كتبغي تجر الولاد عندها، ولكن الولاد كيبقاو هما الضحية في الوسط. وهذا هو المشكل اللي اختارينا اننا اليوم نتكلموا عليها. شهيد شكرا بزاف على الاتصال ديالك بينا. وصباحك مبروك. الله يبارك فيك. معنا ليلى ومعنا لبنى من الدار البيضاء. ليلى صباح الخير. صباح النور خير، لاباس عليك؟ الحمد لله. ليلى اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله ليلى، كلشي مزيان. شكرا ليلى، تفضلي. انا عندي الام والاب ديالي متوفين، عندي 17 عام اليوم، عندي 23 عام. ما عمري ما شفت سميتو الام ديالي كتقول لي ما تجيش مع بابا كتقول لي ما تعيطش، لانه قرر انه هو عايش خارج المغرب، متزوج وعايش خارج المغرب مرة ثانية. اللي كنقول انا ما كنقولهاش عمل معايا بحال هكا، داكشي كتقول لي بالعكس هذا بابا وشنو ما عمل، وها عنده مسؤوليه وعنده العكس ديالو تماما. انت تخدم معاك تقول لي بغيت تسمعي ماما، بقيت دير الغاز ماما، تلقى لي شي حاجه متناقض ليها، عمره ما دار لها شي حاجه اللي هي كدير معاه. وهادشي كيفاش كتحسي بيها ليلى؟ واش كيأثر عليك؟ وعلاش طلقتي يا ليلى؟ هي ممكن ندخل شويه على موضوع الاسبين كتعنا. واش ولدتي معاه؟ نعم. واش ولدتي؟ لا هي قد طلقت، حيت الامر ديالهم تبرع بالكلوى، وغادي ديالي ما بغاتش تاخذ ما تزوج حتى ما بغاتش تبرع بالكلوى. اذا هذا كان هو المشكل ديالك. انا غير كنت بغيت نسولك، واش الطلاق ديال الوالدين ديالك هو اللي اثر عليك باش حتى انت طلقتي من بعد؟ هنا هي نقطة مهمة يا حقيقة اللي تنواجهوها في المجتمعات العربية، هما لأن الناس من تيتزوجوا تيولدوا نقولوا في الأشهر الأولى. إذا هنا تتكون واحد داك المعرفة ديالك الرجل مع المرأة، تتكون مازال الإنسان ما تيعرفوش مزيان، ولذلك هنا أغلب الحالات الطلاق توقع لنا نقولوا في هذه الفرصة هذه. ولذلك هنا تنصح المستمع الكرام على أنهم ما يولدوش في السنة الأولى أو ثلاث سنوات الأولى، حتى باش نقولوا الرجل داك المرأة تعرف داك الرجل كيفاش داير. يعني إلا مشاو مثلا تزوجوا
وما تفاهموش وطلقوا، هنا تيخلقوا لنا المشاكل ديال الابناء. اذا هذه طريقه على الاقل باش نقولوا وقائيه، باش ما نولدوا حتى اذا طلقوا ما يطلقوش هما والدين واحد ولا جوج ولا ثلاثه. ثم يعني نقطة أخرى مهمة، تجبروا في المجتمع ديالنا يعني دائما ذاك الفكرة أن المرأة خاصها تصبر، تصبر على الرجل مثلا تيشرب، تصبر على الرجل تيضرب، تصبر على الرجل تيفسد عليها. هاد الأمور هذه حتى هي تتخلي بعد النوبات، حتى نستغربوا من هاد النقطة كيفاش المرأة والدة ستة وخمسة وسبعة وعايشة في هاد الظروف يعني. ولذلك يعني نصيحة للمستمع الكرام على أنهم ما يقوموش بهاد الاضطرابات بهاد التصرفات من هاد القبيل. مصطح ليلى، ليلى عندها سؤال. يلا 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 الكاسك. للاسف حنا ليلى حنا تنشكروك بزاف على الاتصال ديالك بينا وفتحتي قلبك. هاد النقطه هادي مهمه غادي نشوفوها رفقه الاخصائيين اللي حاضرين معنا. شكرا لك ليلى بزاف وكنتمنوا لك التوفيق في الحياه ديالك. معنا ابتسام حتى هي، ومعنا لبنى من الدار البيضاء. لبنى اهلا ومرحبا بك معنا على اصوات. السلام عليكم. وعليكم السلام لبنى. الحمد لله، شخبارك؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، مرحبا بك. هذا مشكل كبير. اها وهذا هو المشكل، ولكن كاين مشكل اخطر، هو المشكل اللي بعض الاباء ولا الامهات كيستغلوا دوك الاولاد باش كينتقموا من الطليق ولا الطليقه. في بلاصتو المهم حنا غادي نشوفو. كيبقى يجي للدار ولو هما مطلقين. واخا هذا ماشي بصح، هذا ماشي الموضوع ديالنا لبنى، ولكن نقدو نتكلموا عليه في حلقه اخرى. ولكن حنا كنشكروك بزاف على الاتصال ديالك بلا، خليك معنا غادي نتابعوا دائما مع كل المستمعين ومعكم على اصوات. شنو هي تخرج ديال الموضوع؟ سي با نوتر سوجي.